زي ما قلت لكم يعني الدراما مش بس تمثيل، انت عندك عناصر كتير جدا، مجهود كتير مبذول يعني، فهتلاقي كده ايه اجزاء مختلفه وابداع مختلف، هنا موسيقى، هنا لقطه، هنا فنان لسه بيشق الطريق، هنا ديكور، هنا مثلا عايزه اقول ايه دويتو مثلا الاول مره بتشوفه ما بين مثلا يعني انا شايفه مثلا ما بين رمضان والشاب داش في كيمياء حلوه كده، جيل بيسلم جيل، فالحاجات دي لطيفه وبتفضل يعني موجوده في الدراما، والدراما بتطلع بقى ابداع كتير يعني. خليني اروح معاكم برده من نفس المسلسل الفنان الشاب احمد عبد الله، هو احد الوجوه الجديده في دراما رمضان السنه دي، والحقيقه هو خطف الانظار بشخصيه كارم فتح الله، وانتم عارفين يعني كارم كل يوم عنده قصة يعني، هو العدو اللدود لجعفر العمدة، وتحس إن هو قاعد له يعني ما في يوم بيعدي إلا لما يفكر في أي نوع من أنواع الشر، محاولات بقى كتيرة جدا، وهي أعتقد هي دي الحبكة أو هي دي الشطة الدرامية اللي بتبقى موجودة. خلينا كده نسلم عليه ونقول له أخبار الشخصية إيه وحنوصل لغاية فين، الفنان أحمد عبد الله، ونشوف كده أو تحبوا نشوف مشهد الأول ونرجع نكلمه؟ خلينا طيب هنشوف المشهد ونرجع نكلم الفنان أحمد عبد الله. أه وصل بسلامته، اتفرج على النمرة اللي هتحصل. يا جماعة يا أهل المنطقة، ال 250 ألف جنيه هم اللي حكم بيهم المعلم جعفر على المعلم سيد أخوه. الله يبارك له، راجل يعرف الحق. الفلوس دي انا حاسبها هنا لاهل المنطقه، اهلي اللي محتاج فلوس يجي ياخد. تصلي منك ليه؟ يرجع جاب منك ليه؟ سيب الفلوس يا ليف، الفلوس دي تلزمني. بركات، روح مع المعلم نعيم افتح لك خزنه المعلم سيد، طلع لي منها 250 الف جنيه حطهم جنب اخواتهم هنا. حاضر يا معلم. بركات. خد يد يلا هزاك المعلم سيد تعال. مرة تانية طبعا يعني جعفر العمدة وكارم، وكارم يعني خليني أقول له خليني أمسي عليه الأول وأسلم، لكن قبل ما أسلم عايزة أقول لكم الفنان أحمد عبد الله أصلا طبيب، فهنشوف يعني إزاي هو ترك الطب مكان رحمه شوية من اللي بيحصل فيه من جعفر العمدة. خليني أسلم على الفنان أحمد عبد الله. مساء الخير. مساء النور عليكم. يعني كنت على كان زمانك كان زمانك قاعد انا بضحك قاعد في العياده وتمام، وبدل ما انت كل يوم في مشاكل وضرب يعني انا بضحك على المشهد اللي حضرتك عرفتيه دلوقتي. هو حتى ال 250 الف جنيه اللي اخذهم راح يترسم بيهم ويقول للحاره تعالوا خدوهم، مفيش فايده يعني، هو عل عليه برضه. مفيش فايده، مفيش فايده، ما انت هتفضل معاه كده للنهايه واضح. يعني احنا كل يوم عندنا مباراه ما بينك وما بينه. الدراما معموله كده. هو كارم فتح الله شخص، هو اصغر الاخوات في عيله فتح الله، شخص مدلل كان عايش وسط اخواته الكبار وابوه، هو فاضي للسهر والانبساط. مره واحده اتفاجئ ان اخواته واحد مات واحد دخل السجن، وهو بقى واقف قدام هذا العملاق يعني الكبير جعفر العمده اللي مسيطر على منطقه السيده زينب كلها. سريع الغضب، ما بيعرفش يتحكم في مشاعره، فاهم ان هو ممكن ياخد حقه بسرعه جدا حتى بغض النظر عن اي حاجه. يعني هو مشكله كارم ان هو مش هتتعاطفي معاه، لان هو ممكن يستغل اي حاجه حتى لو اذلال اي حد اخر عشان ياخد يعني يكسب نقطه على حساب جعفر. لما الورق ده جالك والترشيح يعني، وقعدت مع المخرج محمد سامي، لانه الدور كله يعني جزء منه خناقات على بلطجه شر يعني طول الوقت يعني بالزبط. فانت بالزبط. اكيد يعني فكرت هتعمل فيه ايه، يعني ازاي تحضر نفسك وواقف بقى قدام محمد رمضان بجمهوره
طبعا 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 هي يعني فرصه الشغل مع مخرج زي الاستاذ محمد سامي وفي مسلسل كمان يكون فيه النجم محمد رمضان هي فرصه يعني دي من كرم ربنا ونعمه وفضله على اي ممثل انه يقف في مسلسل مع العملاقين دول حقيقي يعني ناس اثرت الدراما العربيه بمسلسلات قويه جدا فاول ما جيت دور طبعا انت مش بتترددي انت بتقبلي فورا وبتبداي تفكري ايه اللي ممكن تقدميه يعني الدور ممكن يتقدم بشكل ازاي زي ما هو الاستاذ محمد انطباع يعني انطباع الناس في الشارع ايه يعني ما بتقابل الناس لا يعني انا مش عايز يعني كله نفس الناس زي ما حضرتك كده بتقولي يا اخي انت ما تنسى بقى يا اخي خليك في حالك بقى وريحك بقى ما تقعدش كل شويه عمال تفكر يعني اهدى شويه لان انت مش عايز تاخد حقك خالص مش عايز تعمل حاجه معاه نهائي يعني فانت اهدى شويه طبعا طول الشيء يعني الحاجه الثانيه طبعا الـ 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 الاساسي بتاع المسلسل كل طول ما انا ماشي في الشارع مين اللي خطف الولد اللي هو اساس المسلسل والدراما صح. كلها مبنية على فكره الولد وايه اللي حصل الحكايه مين الشخص المجرم إزاي؟ مين المجرم اللي ممكن يقطع نسل بني ادم يعني ممكن يوصل بيه الشر انه يقطع نسل بني ادم في الدنيا يعني ده طبعا قمه الشر يعني الشر. الطب خلاص بقى على جنب والفن هو المتقدم ولا لا 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 انا الحمد لله انا برضو ما زلت بروح عيادتي وما زلت بشتغل ويعني طبعا التمثيل هو اكتر حاجه بحبها ممكن تكون في حياتي يعني لكن طبعا ما زلت بمارس مهنتي الحمد لله. تخصصك ايه بقى؟ تجميل. كمان تجميل يعني ده مش ماشي خالص مع اللي حاصل في الشارع ده مش ماشي خالص مع الضرب ده كله والبهدله دي طيب يعني خلي بالك على نفسك بس عشان ايه تفضل العياده شغاله هو بقى عشان لو حاجه حصلت هنقدر نصلحها هتقدر يعني تصلحها اكيد يعني يعني هي دي الفكره خلاص ما بين كارم واحمد عبد الله الفيصل هيكون الجمهور في الاخر بعد انتهاء العمل بشكرك جدا لسه في دراما قويه جدا هتتفرجوا عليها ان شاء الله طيب ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا ورمضان كريم